في إطار تشجيع الإنتاج الوطني ودعم الشركات الصناعية المساهمة في رفع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، تم افتتاح أولى الوحدات الصناعية للنظارات الطبية في الجزائر العاصمة التي تصنع مادة الRT90 الغير قابلة للكسرة والتي كانت تستورد من الخارج. الحمد لله، بعد جهد وبعد خبرة 24 سنة في مجال النظارات والاستيراد والتصدير، تمكننا بفضل الله فتح هذه الوحدة التي تعتبر الأولى في الجزائر في تصنيع مادة التيار 90. كبداية بدينا بهذه المادة لأنها الأكثر استهلاكا في السوق الوطني، على لأنها يعني أسعارها مناسبة والقدرة مع القدرة الشرائية للأسرة الجزائرية. لكن إن شاء الله في المستقبل راح نكبر المشروع نتاعنا وراح ندخل في صناعة النظارات المعدنية والنظارات من مادة الأسيتات أيضا، وفيه مشاريع أخرى إن شاء الله يعني يعني ستكتشفوها بالوقت إن شاء الله. إن شاء الله. الله يبارك فيكم، مرحبا بكم. حاليا قلنا علاه ما نخموش خارج الصندوق، علاه ما نجيبوش المصنع اللي رانا نستوردو منه نجيبوه للجزائر، وهكذا كاين بزاف لي زافونتاج لينا للناس اللي راهي تخدم هنا كعمال كموزعين، والحمد لله وبفضل الله قدرنا نجيبو الكفاءات الصينيه وتكنولوجيا الصينية، وفتحنا هذه اليونيتي كما راكي تشوفي في ظرف قياسي، يعني ميم با سي موا ولا كنا الحمد لله اليوم رانا معاكم. المادة اللي نصنعوها إن شاء الله ساسغير لا تيار 90، هذه المادة غير قابلة للكسر، يعني كي تحكمي مونتور ولا وحدة ولا كي تشوفيها كما هكا، نجيب لكم هكا، المادة غير قابلة للكسر، يعني لا كاليتي نقدر نقول عليها خير من السلع اللي كنا نجيبو فيها من الترك. بور لو مارشي الجيريان باذن الله باذن الله رانا نقدروا نستوعبوا كامل الكميه اللي دومونديها المارشي الجيريان في ماده التيار 90. مبادره هي الاولى من نوعها في الجزائر، ففي الوقت الذي كانت النظارات الطبيه تصنع بمواد مستورده هي اليوم تنتج باشراف كوادر واطارات محليه من خريجي الجامعات الجزائريه، خطوه من شانها ان تعزز المنتوج الجزائري في السوق الوطنيه والدوليه وتمتص البطاله. المنصير أول في الميدان تاعها اللي رايحة تصنع عنا النظارات يعني محليا، وفيها يعني ترانسفير تكنولوجيك اللي يسمح لنا نعلو الجودة، لأن فيه مشروع تاع التكوين تاع الأشخاص، فيه مشروع تاع جبد التكنولوجيات الحادثة والحاضرة في بلدان أخرى، وفخورين كثير يعني بالمشروع هذا للحق للإنتاج. صنع في الجزائر شارة أصبحت رهان جديد لرفع قيمة المنتوج الجزائري والدفع بعجلة الاقتصاد الوطني من جهة، وتزيين رفوف الأسواق العالمية من جهة أخرى، ما سيدعم الخزينة العمومية بالعملة الصعبة.